حلو زي ما هو بيتصور بس. ادي اللي شارب من بير السكر حلويات. الف الف شوف عمل حلويات حلويات وان يلحق يلحق 10 كيلو ببلاش. فراوله بلدي فراوله بلدي. اوه لا كل على الدوار وسع الملواني. معلم طارق اسماعيل ايه ده؟ المعلم طارق اسماعيل ايه ده؟ اهلا وسهلا مشاهدي متابعي بوابه مصر 20. اتفضل يا شيخ. السلام عليكم طيبين. النهارده احنا عند الحاج احمد حلمي ابو فهد. يعني هنا هو ملك البطيخ زي ما حضراتكم شايفين. البطيخ عمار وحلاوه. اه ده اللي صلاه النبي اللي شارب من دير السكر. اه قول لي ايه البلد يكسب يا استاذ وليد. انت بتقول انا عامل عروض الشيري يا مجدد بتاع زمان ده. اه ده بقى البلد على ابوه ده يا استاذ وليد الاخضر الكيس بتاع الوحاش. اتفضل يا ست الكل 30 ده يا استاذ وليد. هي دي اللي عامل عليها عرض. اه اي بطيخ من هنا ب 30 جنيه. 30 جنيه كم كيلو؟ خلي كله 5 6 كيلو يا استاذ وليد. كيلو ب 30 جنيه؟ اه خلي كله بالصلاة على النبي ياكل السنة دي. اه حاجة بقى على الدواء كده يا استاذ وليد فراولة بلدي. وايه الكبير ده يا معلم؟ ده بقى البلدي. بص يا استاذ وليد ده بقى ايه حاجة بقى كده صلاة النبي لو في عزومة حتى رايح هدية لحد حد عايز يضيف حد حاجة تشرف أسرة كاملة عايزة تتغدى. الله كم كيلو ده؟ حاجه انا لا 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 انت بعيد خالص. احنا طلعناك من ايه كم كيلو؟ 12 13 كيلو. 12 13 كيلو ده بقى بطيخ بلد يا استاذ وليد. وايه بقى معلم اللي هناك ده بقى؟ ايه البطيخ ده؟ مين هنا بقى يا استاذ وليد؟ تعالى اوريك. ده بقى الحلويات كلها يا استاذ وليد هنا. خش جوه يا بس ده بقى البطيخ البلد الاخضر اسمه سيريا انجيزه بتاع الوحاد. ده بقى شارب من بير السكر. صلاة النبي. بص سكر نبات ده يا استاذ وليد. ايه يا برنس؟ بكام الواحدة؟ البطيخ ده تيجي الواحدة 10 كيلو. 10 كيلو؟ اه ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. ايه اللي بقى يا عم احمد؟ انت السنة اللي فاتت يعني كنت معانا الناس تعرفك وشبهتك بمحمد رضا. يعني كاركتر الفنان محمد رضا. ده شرف لينا طبعا. ليك شعبية. واحنا حضرتك بنمثل على شعب مصر كله. وكل سنة وشعب مصر كله بخير. وسعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي زعيم العرب. والسنه دي بالسيف عمر الله تبقى كلها مبسوطه وكلها ان شاء الله كلها مرضيه وربنا يعوض على الناس كلها بالخير وربنا يفتح حالنا وحال الناس كلها. انا شايف البطيخه ب 30 جنيه يعني. ولا عاوز اقول لحضرتك على حاجه. السنه دي يا استاذ وليد البطيخ بامر الله مع الموردين بتاعتنا طبعا معلم طارق اسماعيل كل ملوك اكتوبر دي الناس يعني عندها رحمه في البيع والشراء وحاجه كويسه. ياخد منه مره هيرجع له حبيبي. اللي انت عاوزه يا برنس تجيب واحده صغيره ولا واحده كبيره؟ واحده ب 40 حلوه؟ عيني. بطيخ على مزاجك ده يا استاذ وليد. الخبطه دي بقى انت بتعرف يا معلم ايه البطيخه ايه حلوه ولا مع كتر الاستمرار. تعالى اتفضل يا ست الكل. تعالى برنس بابا حلويات واللي يلحق يلحق. اه هو ده اللي شارب من بير السكر. حلويات واللي يلحق يلحق. فراوله بلدي. اتفضل يا باشا. هو